قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات النظام في دير الزور، ولكن هذه المرة بقصف طائرات التحالف الدولي التي استهدفت مواقع تلك الميليشيات في محيط بلدة الصالحية عند المدخل الشمالي لمدينة دير الزور، وفق ما أعلن موقع فرات بوست، والذي أضاف أن القصف أحدث انفجارا هائلا في مواقع ميليشيات الأسد. لم تكن مقتلة جندي الأسد الجديدة وفق ما أسماها نشطاء ثمن تجاوزهم خطوط واشنطن الحمراء في الشرق السوري كما حدث بداية الشهر الحالي، وكلفهم ذلك آنذاك مع حليفهم الروسي أكثر من 100 مرتزق للأخير و300 من عناصر الأسد في طابية الجزيرة، إلا أن رائحة نفط تفوح في المنطقة وتشير إلى شراهة الاستحواذ على حقول النفط، إذ قالت فرات بوست إن طائرات التحالف الدولي حلقت بشكل مكثف بالقرب من حقول النفط وخاصة حقل كونيكو الخاضع لسيطرة حليف واشنطن ميليشيات قسد التي تخوض اشتباكات عنيفة ضد ميليشيات الأسد على أطراف بلدة الحسينية بريف المحافظة الغربي، رافقها استقدام الأسد تعزيزات عسكرية جديدة للمنطقة. ليست هذه المرة الأولى التي تضرب فيها الولايات المتحدة ميليشيات الأسد، وربما لن تكون الأخيرة، خاصة مع عزم واشنطن تقليم أظافر إيران في الشمال والشرق السوريين ومنعها من إكمال طريقها البري من إيران عبر العراق إلى سوريا.